تلجأ بعض الأمهات لتقميط المولود الجديد، وتتمثل التقنية هذه في لف الرضيع بقطعة من القماش تلف جسمه كله تقريبا. والتصرف هذا مدى والبرشة، هذيك علاش باش نعديوها اليوم في السكانير ونشوف هل هو تصرف صحيح وإلا لا. تقميط البيبي بالقوي والكبسين على ساقيه يضر ويسبب له مشاكل في ساقيه وفي منطقة الفخذ، والتصرف هذا زيادة ينجم يؤدي إلى إعاقة حركة الرضيع ويأثر على التنفس نتاعو. هذاك علاش من المستحسن نتجنبوه حفاظا على صحة البيبي. هذاك علاش ديما نقول لكم اسمعوا كلام الأطباء نتاعكم باش تتجنبوا برشا تصرفات وعادات موروثة جيل بعد جيل ومش لصالح البيبي. والأكيد احنا الحياة فيم باش نكونوا معاكم بالنصائح والمعلومات.